طيب اراجع معاكم بسرعه، اقول لكم ملخص كده مشاركات مصر في طوكيو النهارده عشان نروح لملعب المباراه بقى، وعندي ذكرى لطيفه جدا محضرها لحضراتكم. خليني اقول لكم في المصارعه كيجو طبعا فاز بالميداليه البرونزيه بعد ما فاز على بطل روسيا. في المصارعه كمان محمد متولي خسر في وزن 87 وحصل على المركز الخامس. محمد يمكن حط تويت النهارده على صفحته قال فيها انا اسف. طبعا ما تتاسفش، انت بطل، ووصولك للمباراه دي او للمكانه دي بتقول انك انت تستحق انك انت تكون موجود وبتمثل مصر في الاولمبياد، ومش بعيد ان شاء الله باذن الله مجهود اكتر، تركيز اكتر، توفيق اكتر، تحضير اكتر، تكون حاضر بميداليه في باريس ان شاء الله. عندنا في الغطس مع عبد السلام ودعت منافسات المنصه الثابته 10 متر واحتلت المركز ال 20. الكانوي والكاياك سما فاروق ودعت منافسات القارب الفردي 500 متر من ربع النهائي. كانوي وكاياك برضو عندنا مؤمن مهران ودع منافسات القاب الفردي 200 متر من ربع النهائي. عندنا العاب القوى ايهاب عبد الرحمن تصفيات رمي الرمح واحتل المركز الثامن وطبعا ودع المنافسات. عندنا محمد زياده في الفروسيه احتل المركز ال 16 في الترتيب بثمان نقاط وودع المنافسات، وبرضو الفروسيه نائل نصار انهى المنافسات في المركز ال 24 ب 13 نقطة جزاء. هارد لك لكل ابطال مصر اللي ما وافقوش، والقادم نتمنى افضل باذن الله.